هلو، السلام عليكم. اليوم اجينا موضوع جديد اللي هو تحليل العطور بواسطة جي سي باس. مثل ما شاهدون اليوم راح نحلل عطر الهيوغو من بوس، عطر أوروماتيك جميل جدا وفواح. تلاحظون ان نفتح العبوة ويتم اخذ عينة بسيطة من العطر اقل من 1 مل، بعد ذلك يتم نقل من هذه الابيال كمية مقدارها 100 مايكروليتر إلى عبوة أخرى، إبيال آخر اللي هو الخاص بجي سي ماس اللي سعته 1500 مايكروليتر. راح ناخذ 100 مايكروليتر ونضعها في إبيال الخاص بجي سي ماس مثل ما شاهدون، وبعد ذلك راح يتم تخفيف العطر بواسطة الميثانول النقي جدا 99.99%. نتخلص من أي شائبة موجود في الميثانول الغير نقي. لاحظنا أخذنا هذه الكمية وضعناها في الفيال، بعد ذلك تم مزج الميثانول مع العطر، خففنا العطر أكثر من 15 مرة، بعد ذلك وضعناها في الفيال خاص بالجي سي باس و تم نقله إلى الأوتو سامبلر، ومثل ما شاهدون ظهرت لنا مجموعة من البيكات، وراح تلاحظون وتشاهدون ظهور البيكات بكميات كبيرة، وهذا معناه احتواء هذا العطر على زيوت عطرية طبيعية 100% بسبب احتوائه على عدد كبير من القمم، ومثل ما راح نشوفه بالتقرير. اللحظة هنا بالتقرير هناك عدد كبير من القمم، أي عدد كبير من المركبات، تقريبا ب 167 قمة، أي يعني 167 مركب، وأعطانا الجي سي ماس هذه المركبات ونسبها وسيادة بعض المركبات، ومن خلال اطلاعي على المركبات بأنه هذا العطر هو مزيج من الزيوت العطرية الطبيعية بسبب احتوائه على الكم الكبير من هذه المركبات. أخوكم الأستاذ الدكتور ضياء الفكيكي، خبير في تقنية جهاز الجي سي ماس. تحياتي.